مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير سينابون بعجينة الباف بيستري. عنا عجينة الباف بيستري، ملعتين صغار زبدة دوبتن، ملعتين طعم سكر بني، ملعقة صغيرة قرفة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بدهن الزبدة، طريقة جدا سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير. برش السكر البني، كمان برش القرفة. هلا بلف العجينة أنا وياكم. انتهينا من التحضير، هلا بنقطعها مع بعض تقريبا نفس المستوى، هيدا الشكل. بدهن القالب زبدي، صفهم بالقالب. كمان بدهن الوجه بالزبدة، هيدا الشكل. اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 250 من الاعلى والاسفل. هذا السينابون اخذ بالتحضير اقل من 5 دقائق، هلا بحطهم بالفرن. هذا السينمون رول بعد ما طلع من الفرن بدي رش عليهم الصوص الابيض. هذا الصوص الابيض عباره عن ملعقتين طعم سكر وملعقتين طعم حليب. وفينا اذا بدنا نستبدل هيدا الصوص بنسلي. هذا السينمون رول اللي عملته انا وياكم، اخذه بالفرن حوالي 20 دقيقة. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.